ورجعنا حضراتكم مشاهدينا الكرام، وبنستقبل الاستاذه هبه ربيع سعيد مدرسه لغه انجليزيه مدرسه يوسف السباعي رسميه للغات، وحدثنا عن طرق مختلفه لتدريس اللغه الانجليزيه. استاذه هبه، في البدايه برحب بحضرتك معانا اهلا وسهلا، وبنشكرك بجد. هنشوف النهارده معاكي طرق جديده كده مختلفه لتعليم اللغه الانجليزيه، اهلا بس انت وسهلا. حابه قبل ما تتكلمي خالص انك توجهي رساله شكر لوالدك ووالدتك. هنعرف بقى حالا ليه بتوجه لهم الرساله دي. اتفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك اهلا الاول، بيكي. وطبعا انا مبسوطه جدا ان انا معاكم هنا النهارده. في البدايه انا بقدم كلمه شكر لوالدي ووالدتي، لان والدتي هي الاساس، ان هي بصراحه كانت السبب الرئيسي ان انا احب الانجليش. من قبل ما ادخل المدرسه كانت بتعلمني بطريقه جميله جدا، وكانت بتفضل ورانا لغايه لما واحنا ماشيين في نبقى مثلا راكبين العربيه، كانت تعمل مسابقه بيني وبين اخواتي، يلا مين هيقول الكلمه دي، يلا مين هينطق دي، يلا. فبالتالي حطت عندي روح المنافسه، روح ان ازاي انطق الكلمه بكل سهوله. وكلمه شكر وتقدير لوالدي، لان هو اللي علمني الرسم بصراحه. فتحيه يعني خاصه ليكم، وربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. ربنا يخليهم لك. يعني الحقيقه حد علمك اللغه وحد علمك الطريقه اللي هتعلمي بيها اللغه، فكده ما بالظبط. شاء الله يعني عملوا معاكي بجد مجهود كبير جدا يا استاذه هبه اللي احنا بنشوفه دلوقتي. احنا كمان بنوجه لهم كل الشكر، ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليك يا رب. وبجد بتدينا النهارده رساله مهمه جدا لكل اب وام. ممكن يخلق معلم ناجح عنده القدره على توصيل المعلومه للاطفال من خلال انه يربي اولاده صح في الناحيه التعليميه. يعني كل الشكر وتقدير ليهم. استاذه هبه، ايه بقى الطرق اللي حضرتك بتعلمي بيها؟ واحنا النهارده معانا مجموعه من اطفالنا شباب. معانا ادم، اهلا بيكي ادم. سنه كام يا ادم؟ انت في جريد 1، تمام. ومعانا رفيف، سنه كام يا رفيف؟ سنه ثالثه. ومريم ثالثه اعدادي، ماشي. نمسك المايك كويس بس. ومعانا مالك، سنه كام يا مالك؟ جريد 5. جريد 5، اهلا بيكم. هنشوف حالا دلوقتي انتوا استفدتوا من ميس هبه ازاي، وكل واحد فيكم كمان عنده موهبه معينه. طيب هنرجع لحضرتك يا استاذه هبه في الاول كده، ونشوف الطرق اللي حضرتك بتعلمي بيها. ايه هي الطرق اللي بتعلمي بيها اللغه الانجليزيه في المختلفه؟ البدايه انا ما بحبش الحفظ خالص، انا بحب اتعامل مع الماده، ان يعني بيبقى عندي وسائل مساعده اللي هي الرسم. زي مثلا انا رسمت زي كده ورده، ورده. احنا تمام، شايفينها في ايد حضرتك اهو، ورد عادية جدا. هي حضرتك ورده عاملاها، عاديه بس خالص، حضرتك عاملاها 3D او بابعاد ثلاثيه يعني مجسمه. مجسمه بالظبط. طيب فدي ادي اروح الورده. مثلا عايزين الورده نحطها اهي، كده. اروح عايزه ازقها على البورد مثلا واقول لهم what's this, it is a flower. yes, what's this, it is a flower. can you repeat this, what's this, it is a flower. what's this, yeah, thank you very much, you are excellent student. في حاجه تانية مثلا، هرسم حاجه تانية، this is a butterfly. what is this, it is a butterfly. عايزه اعلمهم حاجه تاني في اللانجوج نفسها. can you fly, can you fly, no I can't. can it fly, yes it can, yes it can fly. can you fly, no, no I can't. can you swim, yes I can, yes I can. can a butterfly fly, yes it can, yes it can. يعني بتعلميهم حاجات خاصه بالصفات بقى الحاجه دي، مش مجرد ان انا بتعلم لغه انجليزيه وبس، لكن بتعلم امكانياتها، بتعلم بتطير ولا لا، طب هي شبهي ولا لا. دي شويه التقنيه اللي فيها نظام التعليم الجديد، مش كده؟ يعني بالظبط. حضرتك اتدربتي على نظام التعليم الجديد يا نظام استاذه؟ التعليم الجديد بيهدف ان مفيش حفظ تماما خالص، بيهدف ان يكون في طفل مبدع، ازاي يبقى هو كرييتيف، ازاي ان هو يكتشف الانفايرمنت اللي حواليه. هو ده فعلا اللي احنا عايزينه، اللي احنا محتاجينه. ما بقاش في حاجه اسمها دي باترفلاي وخلاص، حفظ؟ لا لا مفيش. الباترفلاي دي بيرد ولا انيمال، الباترفلاي دي تمام، بتطير ولا بتعوم ولا بتجري. تمام. ممكن الحاجات دي بتنمي شويه الفكره عند الطفل، مش مجرد انه يحفظ كلمه وخلاص. وممكن كمان يقول لي هاو ميني، يبقى انا هنا دخلت الماث كمان. آه. يقول لي هاو ميني سيركلز ار ذير. آه. ابدا اعيد 1 2 3 4 هير مثلا. انا عندي 12، عندي 12 واحد، 12 سيركلز، يبقى انا كده ربطت. عندي كم جناح، كم بالظبط، بالنسبه هاو ميني لها. وينجز، هاو ميني وينجز، يبقى انا ربطت الجرامر، ربطت الماث، ربطت الشيبس نفسها، السوشيال اللي هو ربطت الدراسات، كل حاجه. الساينس والدراسات كمان، يعني بتعيش في انهي بيئه، بالظبط، فبقينا دراسات. كل دوت اللي انا بستخدمه، بالاضافه ان انا دايما بدخل السونجز عندي في تعليم في تعليم الانجليش اللغه نفسه. الانجليزيه ازاي؟ يعني زي مثلا اقول لهم
Point to your nose. This is my nose. Point to your eye. This is my eye. كده بتفضلي حضرتك تعمليها لهم اغنيه، حضرتك اللي بتالفيها كده يا استاذه دي؟ انا بالفها، انا دايما يعني كل شغلي بالفه وانا تمام طول ما انا شغاله افضل الف. وبعدين لما الواحد بيحب مادته فعلا بيبقى مبدع فيها جدا. صحيح صحيح. وبابا اي حد بيحب مهنته بيشتغل فيها بحب بجد جامد. بيقدر يدلها وبيوصل الحاجه اللي هو عايز يوصلها اكيد يعني جدا. وفعلا بتبقى مختلفه تماما. صحيح. عن ان هو يبقى واخدها حرفه، لا انا واخداها موهبه، لان فعلا فقد الشيء لا يعطيه. صحيح. طيب او فقد الشيء احيانا بيعطيه بقوه، برضو دايما بقول كده، لانه احيانا لما بيفتقد الحاجه بيبقى حابب يديها. يعني ممكن مثلا حد افتقد ان هو ما لقاش معلم كويس وهو صغير، فلما بيكبر بيبقى عايز يدرس كويس جدا علشان يدي للاطفال اللي المعلم زمان ما ادهالوش. وده يمكن حضرتك انا حاسه انك ما شاء الله فعلا بتعمليه بقوه يعني. الحمد لله. ربنا يوفقك. الحمد لله. طيب حضرتك كنت عايزه تعملي ايه قدامنا؟ انا مقص وورق و كنت هعمل لهم نموذج علشان نعمل زيه بالظبط. دي طريقه مثلا ان احنا هنرسم الورد. مرحبا بيكي يا استاذه هبه مره ثانيه. اهلا وسهلا. حضرتك كنت بتشتغلي في حاجه هنشوفها حالا دلوقتي برضو لتدريب اولادك؟ كنت بعمل نموذج برضو للورده، بحيث ان انا عايزه اقول لهم ان this is a circle. How many shapes to how many. ممكن حضرتك تعمليها قدام الكاميرا بس. What color is this? It is green. What color is this? It is purple. What color is this? It is pink. فانا كده عملت قلت الكولرز، قلت الشيبس، قلت النمبرز. فدخلت اكتر من حاجه مع بعض. طيب الطريقه دي بقى ممكن تكون بتجيب نتائج كويسه مع الاولاد يا استاذه هبه؟ تفرق جامد جدا معاهم. تفرق فعلا. غير لما اقول الحاجه وافضل اقول repeat after me، لا انا بربط الشيء بمدلوله. فالطريقه دي فعلا طريقه جميله جدا. قد ايه هي بتخليهم حابين الحصه بتاعتنا، مستنيين امتى الحصه بتاعت الانجليش هتيجي علشان في افكار تانية جديده. ده بالاضافه مثلا مش بس السونجز اللي احنا بندخلها، مش بس الرسومات، لا بنعمل استراتيجيات كمان. زي ايه بقى؟ زي ايه مثلا؟ في عندي استراتيجيه الكره. بقسمهم لجروبس واقعدهم مثلا، مش في ممكن اخرجهم بره الكلاس خالص، ممكن نخرج في فناء المدرسه ونقعد جروبس، واجيب معايا كوره، دي بسميها الايديوكيشنال بول. الكوره دي ايديوكيشنال بول. بقول لهم الكوره دي انا هحذفها على الجروب. سي مثلا يو ار ذا فلاورز جروب، واروح حاطه الكوره عليهم. ف ذا وان هو كيتشز ذا بول هي ويل انسر ذا كويستشن. وبعد كده ابدا اسالهم، فكلهم بيبقوا مستنيين اصلا ومصححين كمان. بالظبط. يعني دخلتي كمان هنا التربيه الرياضيه كمان مع دخلت. بالظبط. وبص الاقيهم قاعدين مستنيين بقى، طب ايه الجديد في حصه النهارده؟ دي استراتيجيه اللي هي استراتيجيه الكوره. ممكن استراتيجيه كمان اللي هي استراتيجيه الشبكه، دي بجيب معايا بكره صوف وبوقف الولاد صف والبنات صف تاني. طرف الكوره بيبقى معايا بلفه على ايدي، بروح حادفه مثلا لاخر ولد في الصف هناك. فالصوف بيمشي في الارض. الصوف بيمشي، فاساله سؤال. جاوب، يروح هو لافف على ايده، يبدا هو يحدف، يختار حد تاني ويحدف له الكوره. فكل واحد، وبالتالي بقى تمشي كده، تبقى في الاخر اكنها الشبكه العنكبوتيه. فقد ايه شكلها بيبقى لذيذ جدا بعد لما بنخلص كل الاسئله، والكره بقى شكلها كلها متداخله في بعض، تبقى حاجه جميله وحاجه ممتعه. فريق العمل كمان تروح تدي هنا مهارات شخصيه، علمنا انجلش وعلمنا ماث وعلمنا دراسات وعلمنا ساينس وعلمنا تربيه رياضيه وعلمنا كمان مهارات التواصل مع الاخرين، كله يشتغل مع بعض فريق عمل. وخرجنا من روح الحفظ، روح التلقين. خرجنا منها تماما، من الجو بقى بتاع الكلاس والمس داخله ومش عارف، لا مفيش الكلام ده، في احترام وفي كل حاجه، بس في حب. في حب، في تقدير. حبيت اللي قدامي، هوصل له كل اللي انا عايزاه، حتى لو كان تقيل، حتى لو كانت المعلومات نفسها تقيله، بدخلها لهم بطريقه معينه. طب ولي الامر الحقيقه بقى بيبقى متواصل مع حضرتك؟ ولي الامر بتبقى متواصله مع اولاد اطفال مش كده؟ لا، حضرتك ابتدائي. فمعاكي مشترك اطفال ابتدائي. بالظبط. في ناس بتتواصل طبعا، ودي بيهمك ده يا استاذه هبه؟ نعم. بيهمك ده انه يبقى في تواصل مع ولي الامر؟ لان لو في تواصل بين المدرسه وبين الاسره نجحت العمليه التعليميه، انما لو ما فيش تواصل
والام او الاب عارفين ان المدرسه هي اللي عليها الدور الاساسي والعبء كله، لا سوري يعني مش هينفع، لان لازم التواصل بين الاثنين عشان نطلع منظومه تعليميه ناجحه وصحيحه. تمام، ربنا يوفقك استاذه هبه بجد، ربنا يعني يخليكي. مبسوطين بيكي ومبسوطين بمجهودك مع الاولاد، وان شاء الله يا رب يعني مزيد كمان ميرسي، باذن ربنا الله. يخليكي. هنروح لحضرتك يا مس هبه، ايه الطموح اللي حضرتك نفسك توصلي؟ انا شايفه ما شاء الله الاطفال كلهم حابين معلم اللغه الانجليزيه، بحس فعلا ان هو يعني يكون مدرسين طبعا عندهم مهارات، لكن لانه اللغه الانجليزيه مش اللغه بتاعتنا الام اكيد يعني، فهي بيبقى في مجهود كده بيتبذل، في مدرسين بيبذلوا مجهود فعلا عشان يعلموها للاولاد. هو اللي انا نفسي فيه بصراحه، نفسي انا تشوفي ايه بقى المعلمين اللغه الانجليزيه؟ نفسي اولا ان الرهبه تتشال بين التلميذ وبين المدرس، يبقى في احترام متبادل بس من جدا غير رهبه. من غير رهبه، لان مش الرهبه هي اللي هتخلي عندك او بتشوفيها دي عندك بتحس ان في رهبه من الاولاد والمدرسين؟ في كتير، في كتير. انت لو حبيتني هتعرف تعمل كل اللي انا عايزاه. يا ريت بلاش اسلوب اللي هو فيه يعني الحقيقه احنا بنضم برضه صوتنا لصوتك، فكره الاحترام المتبادل مهمه. ايوه الاحترام، ونفسنا كمان المعلمين دايما يبتكروا وسائل جديده، واعتقد ان في نظام تعليمي جديد ممكن يساعد جدا 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 اللي عايز يبدع من المدرسين ان يظهر ابداعاته مع الطلاب بشكل كويس. ويا ريت يا جماعه يبقى في استراتيجيات كتيره جدا، الاستراتيجيات دي فعلا بتدخل لقلب الاطفال، بتدخل لقلبهم قبل عقلهم. تمام. فبالتالي العقل بيترجم على طول، كل اللي داخل القلب العقل بيترجمه. تمام. وكل اللي بيدخل القلب صعب جدا جدا ان هو يتمحي، يعني زي ما خالص. اولادنا كده حابين المدرسين، فبالتالي حبوا موادهم جدا، ولما افتكروا النهارده ما افتكروش غير المدرسين اللي حببوهم في المواد. شكرا جدا استاذه هبه ربيع السيد، مدرسه اللغه الانجليزيه مدرسه يوسف السباعي الرسميه للغات، وبالتوفيق دايما. ربنا بنشكر خليك. يوسف ومالك ومريم ورفيف وادم، وبنشكر حضراتكم على وعد بلقاء جديد وحلقه جديده وصباح التعلم.